جاهزه منورانا طبعا يا استاذه عايده، وعايزين حضرتك تقول لنا مختفيه فين سعدية والحاج متولي والنجاح الساحق طبعا اللي كلنا لسه فاكرين لحد النهارده. يا جماعه والله انا مش مختفيه ولا اي حاجه، انا موجوده. وبعد الحاج متولي انا عملت حاجات كتيره جدا غير الحاج متولي، عملت الصوارع، عملت ولاد الشوارع، عملت الامام المراغي، عملت عبوده ماركه مسجله، قلب حبيبه، عباس الابيض، يعني حاجات كتير جدا. واخر حاجه كنت عاملاها كان رمضان اللي قبل اللي فات مسلسل السيره العامريه، ده مسلسل ليبي كل الكاست اللي فيه فنانين ليبيين، انا الشخصيه الوحيده المصريه اللي موجوده في المسلسل، وكنت سعيده جدا بالتجربه دي ونفسي ارجع تاني اشتغل في تلفزيون بلدي. طب وايه اللي منعك؟ لا والله مفيش حاجه منعاني، انا بالنسبه لي انا ما عنديش اي مشكله خالص، بس انا نفسي ارجع رجوع قوي، او يعني رجوع في حاجه بالظبط، يعني حاجه مسلسل كده يكون مسلسل، مش بقول دور بطوله بس على الاقل يبقى حاجه مسلسل قوي يتشاف بشكل كويس عشان يبقى رجوعي يتشاف، يعني ارجع اتشاف تاني زي ما كنت الاول. الحاج متولي وذكريات الحاج متولي اللي ما خلتش حد في مصر كلها ما يعرفش الحاج متولي وكل ابطال العمل. احلى الكواليس، احلى ذكريات مامتي دي والله بجد، احلى ذكريات مامتي طبعا عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، انا كان ليا الشرف بجد وكنت محظوظه جدا اني اول عمل ليا اعمله كان يبقى في مسلسل كبير وضخم زي عائله الحاج متولي، بلس اني اتعامل مع فنان طبعا الله يرحمه عظيم وعملاق زي النجم الاستاذ نور الشريف. طبعا ده كان حاجه بالنسبه لي، انا كنت قمه الحظ وقمه السعاده ان انا يعني طبعا ان انا كنت يعني انا كنت محظوظه. انا على الحاج متولي وفر عليا ملا يقل عن 5 6 اعمال كنت اعملهم عشان خاطر الناس تحفظ وشي بس. الناس فاكراكي بدور سعديه بالظبط. لا ده غير كده كمان عايزه اقول لكم حاجه، انا اول يوم اتعرض فيه المسلسل او اول يوم انا ظهرت فيه، انا كنت ماشيه في وسط البلد لقيت الناس عارفاني، عارفه بيسالوني انت النهارده اللي كنت في الحاج متولي ولا واحده شبهك؟ سعديه؟ يعني انت سعديه؟ انت اللي النهارده كنت في الحاج متولي ولا دي واحده شبهك؟ فاللي هو ايه ده، معقوله يا جماعه يعني انا وشي اتعرف كده من اول حلقه في الحاج متولي؟ فطبعا كنت محظوظه جدا. كلهم يعني كانوا نجوم كبار زي نور الشريف والاستاذه ماجده زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب، ازاي كانت كواليس العمل؟ لا كانت كواليس في منتهى الجمال، بدليل ان المسلسل لغايه دلوقتي عايش. انت تعرفي ازاي الكواليس حلوه ولا لا من العمل وان الناس تحب العمل ونجاح العمل؟ مفيش اي حاجه خالص خالص، بالعكس كانوا بيحبوا بعض جدا، كنا حابين بعض جدا. الاستاذ نور كان محتوينا كلنا، كان فعلا بيتعامل معانا ان هو الحاج وان هو عمي الحاج متولي وكده، كان ابونا بجد يعني. فكنا بنفطر وبنتسحر مع بعض، احنا قعدنا نصور جزء كبير من رمضان كنا بنصور وبنتسحر مع بعض وبنفطر مع بعض. حضرتك قلتي ان كان في جانب من الحظ موجود وده خدمك كتير جدا. طب عايز اعرف بقى الكواليس بقى، من لم يعيش الكواليس بتاعت المسلسل، يعني مثلا نصايح الاسطوره العظيم نور الشريف لحضرتك، ازاي الرهبه؟ ازاي كسرتيها؟ اولا مش انا اللي كسرتها، هو بجد اللي كسر الرهبه بتاعتنا كلنا. هو كان بيحس باللي قدامه، يحس بالممثل اللي قدامه، يلاقيه متوتر كده، يلاقيه مش واخد راحته بتاع، لا 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 وقف كل حاجه، مش مهم اي حاجه، المهم ان يخلي اللي قدامه مرتاح نفسيا وهادي واعصابه هاديه عشان يقدر يؤدي كويس. ولما يلاقي اللي قدامه في حاجه مش مظبوطه عنده استعداد يعيد مره واثنين وثلاثه، ما بيزهقش، المهم يطلع اللي قدامه بشكل كويس. انت كان بيتعصب؟ لا خالص 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 جدا، عمره ما اتعصب ولا عمره اتضايق، بالعكس، وكان من اول الناس اللي بتيجي اللوكيشن، وكان يعني فعلا احنا كنا بنتكسف من نفسنا. انا عن نفسي انا كنت بتكسف من نفسي لما اجي الاقي الاستاذ قاعد وموجود واحنا جايين على ميعادنا بالظبط او جايين متاخرين شويه. فلا بجد هو حد جميل جدا الله يرحمه، وانا عن نفسي اتعلمت منه كتير قوي. سر مامتش بقى في ال معلقه معانا جدا، قولي لنا ايه سرها، مين اللي قالها وطلعت ازاي؟ هي مامتي دي، انا في العادي انا كنت بقول لمامتي الله يرحمها، امي الله يرحمها، كنت على طول بقول لها يا مامتي، ده في الحقيقه يعني. سباحه في الشين كده؟
الايه؟ مامتي. لا ما فيهاش شين، هي مامتي. التي 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 مش شي، مش مامتشي. المصريين بقى هي مش مامتشي، هي مامتي. فانا كنت بقول لمامتي الله يرحمها، كنت بقول لها مامتي. فلما جه حصل ان انا كنت عايزه ابقى يعني مميزه شويه او كده، فطبعا رحت للاستاذ محمد النقلي، طبعا بوجه له التحيه طبعا، مخرج كبير وعظيم. قلت له يا استاذ محمد انا ينفع بدل ما اقول ماما اقول مامتي؟ فقال لي اشمعنى؟ قلت له اصلا هي الكلمه لازقه في بقي، لان انا بقولها في العادي، وبعدين انا شايفه ان هي ممكن تدي ايه يعني، تخلي الشخصيه يبقى فيها تميز. فقال لي خلاص، بس نبقى متفقين انك هتثبتيها، يعني ما تجيش مره تقولي كده ومره تقولي كده. خلاص قلت له خلاص تمام دن. وفعلا وبدات اقولها، والحمد لله طلعت معايا كده، لدرجه ان انا كنت بمشي في الشارع الاقي ناس يقولوا لي انا بنتي بقت بتقول لي مامتي، بتقلدك في الحجم تقولي بتقول مامتي كذا حد. ولا كنت مبسوطه جدا طبعا، مبسوطه مبسوطه، لان انا يبقى لي لازمه الناس فاكراها لي، زي مثلا الله يرحمه فنانين كبار مثلا الشنتي يا ناصح يا فالح مش عارفه يعني كل شخصيه كان ليها، لا في شخصيات زمان كان بيبقى لهم لازمه كده الناس فاكراهم بيها يعني. هل بعد الحاج متولي عايده حست بنجاح المسلسل ده في اي عمل ثاني قدمته؟ على فكره انا عملت كل المسلسلات الحمد لله اللي انا اشتركت فيها كانت مسلسلات ناجحه جدا جدا، واه في حاجات كتير، برغم ممكن الدور يبقى اصغر من الحاج متولي، بس الاقي الناس فاكره زي مسلسل ساره، الناس كتير بس الناس كرهتني في ساره، او كانوا بدا اللي تعاطفهم مع حنان وحبهم لحنان تركي طبعا بوجه لها التحيه، ان انا نفسي كرهت نفسي ان انا كنت مثلا في الاول بعذبها، او ان انا كنت مثلا ايه اسيه عليها شويه. الناس كانت متضايق مني ان انا كنت بعمل كده، والله ابدا كنت بعلمها تغسل مواعين. فطبعا كانت الناس بتضايقت مني، برغم ان الدور ما كانش كبير قوي، بس كانوا الناس حبوه يعني. حلوه قوي، لان حنان من الشخصيات الجميله، حبوبه جدا وروحها حلوه يعني، فكانت على طول. والفسيخ يعني حنان عاشقة للفسيخ، فكانت على طول تعمل لنا عزومات الفسيخ والرنجة، تجيب الفسيخ والرنجة وتعزم الكاست كله على فسيخ ورنجة وناكل، وتعالي بقى قابلينا بقى في التصوير بقى كلنا كلنا خلاص مش شايفين اي حاجة يعني. طب خلينا اسأل حضرتك عن الترندات اليومين دول، ايه رأيك فيها؟ يعني اغاني المهرجانات الترندات، ان حضرتك فنانة وعشتي ايام الزمن الفني الجميل، خدت منه كده ايه حبة في البداية. ايه رايك بقى في يعني كل فنان عاوز يطلع ترند؟ وبعدين لما يطلع السوشيال ميديا بيتشاف فبيمثل، ومعلش في الكلمه، بنشوف ناس قيمه وقامه قاعده في البيوت، موهبه زي حضرتك يعني ابتعدت فتره. شايفه ده ايه؟ بص والله يا جماعه انا هقول لكم حاجه، اي حد عايز يمثل هيمثل، بس المهم انه يستمر. هي مش قصه ان اي حد طالع بيمثل وبتاع، اوكي الترند دلوقتي موجود ومش بمزاجنا، هو غصب عننا، هو الناس هي اللي بتطلع الترند، هي اللي بتعمل الترند، بتشوف الحاجات. وللاسف في ناس كتير بيشوفوا الحاجات السلبيه او الحاجات الوحشه، وهم اللي بينجموها وبيعملوها بيطلعوها ترند. اما قصه ان هي تستمر لا، فانتوا لو تلاحظوا حتى كل حاجه بتاخد لها فتره، ما بتعديش الشهر وشهرين وخلاص شغل. يعني حاجات كتير جدا تاخد لها وقت قصير وبعد كده خلاص. لكن هاتي حد بقى يستمر زي الناس اللي مستمره لغايه دلوقتي وبتاع، لا مش هتلاقوا طبعا يعني. في عوامل خارجيه اثرت على حياه حضرتك مثلا، وابعدتك فتره عن الفن؟ في حاجه طبعا يعني انا لما اتجوزت طبعا وخلفت وكده، فده خلاني مثلا بعدت شويه، بس انا ما بعدتش لان انا كنت اوريدي بشتغل مسرح يعني، انا عمري ما اجزت الحمد لله من المسرح، اخلص مسرح ادخل في مسرح يعني، فمعظم وقتي المسرح ده اساسي. بالنسبه للفيديو طبعا لاني بعدت شويه لاني كنت اتجوزت وخلفت، وابني بقى طبعا كان واخد وقت كبير مني، فده برضو اقدر اقول ان هو سبب، بس مش سبب اساسي طبعا يعني، فاهمني؟ بس ممكن يكون سبب من ضمن الاسباب. وفاة والدة حضرتك كان لها تأثير يعني على حضرتك؟
اكيد اكيد طبعا، لان انا في الاول خالص طبعا الحادثه نفسها او الموقف نفسه اثر عليا كتير. يعني انا قعدت فتره في المستشفى وقعدت طبعا فتره متاثره نفسيا، بس مش يعني مش هو السبب الاساسي. يعني الخبر سمعتيه من مين؟ وفاه والدتك؟ لا انا ما سمعتش من حد، انا اللي اكتشفت الموضوع، يعني انا اللي رحت واكتشفته. يعني الذكر الحديث مش عايزين بقى، احنا دايما متعودين سعديه بتبهجينا، مش عايزين نعمل ذكريات أليمة رحمة الله عليها. الله يرحمه. بس خلينا أقول لك، في ترندات اتعملت وأنت كنت منذ قليل، يعني يعني الترندات ليها أيام وبتخلص. دلوقتي بقى محمد مصر كلها بتتكلم عنه، ابن حضرتك، إيه الحكاية؟ قلبت مصر كلها ابني أنا؟ آه. ليه بيتكلموا عنه في إيه؟ أيام لا ساعة ما حضرتك كنت لسه يعني يعني والداه قريب، فكان في لقاء، واللقاء ده لف الدنيا كلها من خلال تصريحك اللي قلتيه، يعني اللي هو اني هو انك شفتي السيدة العذراء حلمت. يا جماعه انا والله مش لا ما نسيتوش، انا ما نسيتوش، بس انا مش فاهمه هي ايه الغريب فيها. انا السؤال اللي اتسالته انت، بيقولوا لي انا كنت مسميه او انا كنت مكرره هسمي ادهم، يعني لغايه اخر لحظه، لغايه قبل ما اولاده ب 15 او 20 يوم حاجه زي كده، كان خلاص ادهم يعني. فانا كنت نايمه حلمت زي اي حد، زي ما اي حد بيحلم عادي يعني. جات لي العذراء في الحلم وهي ما قالتليش محمد، هم بيقولوا ان هي قالت لي سمي لا ما انا ما قلتش كده، انا قلت انا حلمت بالعذراء وشفت زي سحاب اللي هي كلمه محمد مكتوبه باللي هي زي اسمها ايه السحاب او اللي هي بتسمى الدخان زي حاجه كده، يعني مكتوب كلمه محمد. فصحيت من النوم فلما سالته كده فقالوا لي يبقى سمي محمد، يعني فسميته محمد بس. وبعدين اسم محمد خير الاسماء، ما حمد وما عبد طبعا يعني، فالحمد لله. وجه محمد يعني من التعليقات اللي اتقالت من زعلت، في ناس ما فهمتش طبعا، في ناس فهمت وتوقعت، كل واحد قاعد يفسر بشكل يقول لي انت ازاي تحلمي، يعني ايه ازاي احلم بالعذراء، هو انا بمزاجي احلم او يعني جات لي طبعا، وطبعا وليه الشرف، وكانت حاجه في قمه السعاده يعني ان انا احلم، لان انا بحب طبعا السيده مريم العذراء وكلنا بنحبها جدا يعني. فايه إيه انا حلمت يعني، ايه المشكله، ايه الغريب في ده، ما كل الناس من حقها تحلم يعني. ناخدك من الترند الاخير ونروح بينا ده ل 2023، ماذا يحمل لي يحمل الفنانه من اعمال؟ هنشوفك في رمضان ولا ايه؟ هيبقى تشوفوني بقى في 2024 20 يا رب. انا اتمنى طبعا ونفسي وامنيه حياتي ان انا ارجع تاني اشتغل في تلفزيون بلدي زي ما قلت لكم، بس في حاجه تكون كويسه ترجعني برجوع شكله حلو يعني. هل في عليكي حاجه؟ والله بيتعرض، انا مش هقول لك ما بيتعرضش، بس كلها حاجات يا جماعه مش هقول ان انا مش شايفاها مناسبه ليا، لا بس على الاقل في الوقت الحالي شايفاها مش هي دي اللي هترجعني الرجوع اللي اثبت بيه ان انا لسه موجوده يعني. الجمهور كان موجوده حاجه اقول ان انا موجوده بيها، حاجه تكون قويه، مسلسل يكون قوي، نجوم كبار ارجع وسطيهم اتشاف انور زي ما انا كنت منوره مع الحاج متولي. طب كاركترات بتكرهيها وحاجات بتحبيها جدا وعايزه تعمليها؟ يعني ايه كاركترات بكرهها؟ يعني شخصيات. لا انا ما بكرهش اي شخصيات، لان الفنان يلعب اي شخصيه اوكي ادم هو حاسسها. طب ما دام بيتعرض على حضرتك بترفضي ليه؟ لا انا بتكلم على العمل كمنظومه، مش يعني مش ان انا ابقى متواجده وخلاص. هي مش قصه ان انا ابقى متواجده وخلاص، لا انا يهمني العمل يكون عمل قوي جدا، عشان انا رجوعي، انا مش بقول ان عايزه دور بطوله، بس يوم ما ارجع وسط نجوم كبار في عمل قوي جدا، عمل ضخم جدا، يتشاف كويس، انا من خلاله هتشاف كويس. شايفه ده السبب ان الحاجات زي كده ما تعرضش عليكي سببها ايه؟ ضعف ايه؟ انتاج مثلا ولا ايه؟ والله ما اعرفش، في ناس ممكن تكون فاكره ان انا خلاص ما بقتش امثل، ده برضو سبب من الاسباب. في ناس كتير بتتفاجئ ان انا لسه موجوده، يعني انا في منتجين وفي مخرجين لما بيجوا يتفرجوا على المسرح، ايه ده احنا فاكرينك ان انت اعتزلتي؟ لا يا جماعه انا ما اعتزلتش، انا موجوده. في ناس يعني ممكن يكون ده سبب من الاسباب. في بقت المنظومه دلوقتي غير زمان، المخرجين الجداد دلوقتي ما يعرفوش الممثلين اللي هم كانوا بيمثلوا قبل كده، ما يعرفوش غير الجداد اللي موجودين دلوقتي، فبيبقى تركيزهم عليهم بس. يعني علاقة بالشلالية؟ أكيد
ممكن ده جزء برضو او ده سبب من ضمن الاسباب ان كل واحد خلاص هي مش هسميها شلاليه بس هسميها تيم وورك او دايره. كل واحد ليه الناس اللي بيرتاح في الشغل معاهم او حابب ان هو يشتغل معاهم بيبقى رافض فكره انه يغير او يجيب حد ما يعرفوش، خلاص هو عنده الناس بتوعه اللي بيتعامل معاهم وخلاص. الفنانين بيطلعوا مع مثلا فنان في اكتر من عمل على مدار سنوات مختلفه، ده حقيقي. ما انا عشان كده بقول لك هو بيبقى مرتاحين مع بعض في الشغل فخلاص بيبقوا رافضين فكره ان هم يغيروا. يعني ايه الشخصيه اللي عايده غنيه حابه انها تقدمها او نفسها تقدمها؟ يعني شخصيه تاريخيه مثلا، يعني راقصه، اي نوع شخصيه حابه تقدمها؟ لا انا ما انا قلت لك الفنان يلعب اي حاجه المهم ان هو يكون مرتاح فيها. فانا سايكو، انا بحب الشخصيات السايكو. انا يعني انا لعبت كتير او عملت شخصيات كتير، البنت الدلوعه الطالبه مش الحاجات دي الكوميدي. لا نفسي اعمل شخصيه سايكو كده، شخصيه بمناسبه يعني شخصيه سايكو كده. يعني يعني في ناس فنانين بيشجعوا البوس في الافلام وفي فنانين لا. الايه البوس في الافلام؟ ايه السؤال ده؟ بوس ايه ده؟ انت قديم قوي، السؤال ده قديم قوي. بس بيتعرض بس بتغرف كتير يعني. لا هو مش سؤال قديم بس سؤال مازال هيفضل وجوده حاضر. لان في ناس مثلا ايه لازمه البوس؟ طب سؤال بس يعني هتضيف لك ايه؟ هتضيف لك ايه؟ تعليق حضرتك بقى على حاجه زي كده. فنانه حلاشيحه كانت هجمه الفن وهجمه الفنانين عما يمارس داخل المكتب. طبعا كان في رد فعل كبير جدا من الفنانين بمحاوله ان ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طب دلوقتي طب تقدر تجيب لي فيلم دلوقتي موجود فيه بوس؟ على فكره مفيش بوس؟ لا مفيش. يبقى ما تتفرجيش على افلام؟ لا بتفرج على افلام. طب انت جيب لي طب فين؟ لا مفيش خالص على فكره خالص. يعني ممكن يبقى فيه حاجات مشاهد الايه؟ تعليق حضرتك على حاجه زي كده؟ لا انا ما عنديش تعليق عليها. هقول لك حاجه، اصل الفن ده الفنان لازم يبقى عنده استعداد يعمل ده، متعرض عليه دور وهو قبله، لو ده مكتوب في الدور او هيفيد الدور يعمله خلاص. ادام قبل بالظبط، ادام حاجه في السياق الدرامي، انما حاجه محشوره كده ملهاش اي لازمه وخلاص، ايه لازمتها يعني؟ فاهمني؟ ملهاش اي لازمه يعني. فدي حاجه هتسالني انا بالنسبه لي انا في حاجات ممكن اعملها وفي حاجات ما اعملهاش، فاهمني؟ فانا لو لقيت نفسي الحاجه دي انا مش هقدر اعملها ما بقبلش الدور خالص من البدايه، لكن ما اقولش ان انا اعمل الدور واعدل عليه، لا ادام قبلت يبقى اعمل، ما قبلتش خلاص. عندي راي مين من الاسره الفنيه، الاسره المحيطه، راي مين من الاصدقاء اللي تثق فيهم العمل ده يليق ولا هاجل؟ لا ما باخدش راي حد، انا باخد راي نفسي وعقلي وقلبي. يعني الحاجه ادام انا مرتاحه لها ومرتاحه للحاجه دي وعايزه اعملها بتكل على الله. ممكن بقى اعمل لو عايزه بقى استخير بستخير ربنا، ممكن اعمل استخاره وبتكل على الله وبعملها يعني. طيب احنا عندنا مجموعه اسئله عددهم 4 بس ممكن يكونوا محرجين شويه، بس طبعا احنا متعودين على جرائم زي البوس كده. لا اغراء بقى تعليق على دور الاغراء. لا على فكره السؤال ده سالته من زمان جدا والله العظيم، موضوع الاغراء ده. تعملي دور فتاه ليل؟ دور فتاه ليل هقول لك حاجه، انا عملت دور فتاه ليل او يعني بتشتغل في بيت من بيوت الدعاره في مسلسل كان اسمه اشباح المدينه. اوكي كنت الصبح طالبه جامعيه بدرس وبالليل بشتغل في احدى بيوت والله بجد في احدى بيوت اللي هي الدعاره كانت الله يرحمها طبعا الله يرحمها هياتم تتو حبيبتي الله يرحمها يا رب، كانت هي المفروض اللي هي ايه قبلتي او كده يعني. فانا عملت ده يعني مش ما عملتوش، عملته بس لا كان في حاجه مبتذله ولا كان في كده ولا كان في كده ولا الكلام دوت. هو عمل حتى المخرج استاذ عمرو عبدين هو تحدى نفسه معايا في على اساس ان انا وشي بيبي فيس جدا، ودخل تحدي مع المنتج. قال المنتج كان بيقول له لا عايده مش هتعرف تعمل الدور ده او مش هتأدي لاني ملامحي ووشي ما فيهوش الكلام ده خالص، وبالعكس عملته والدور نجح جدا الحمد لله وكان تحدي. واستاذ عمرو انا بحييه طبعا ان هو وجازف بيا او تحدى ده وخلاني عملت كده وعملته. عايز اقول لحضرتك على حاجه، الفنانات التونسيات دايما يعني عايز اقول لك هم طبعا لهم كل احترام وتقدير، ولكن في الادوار دي هم عندهم جراءه فبيقدموا فبيتخذوا فبيطلبوا، وده بيدخلنا لمنظومه برضه الشلاليه. فا ايه تعليق حضرتك يعني على الموضوع؟ لا هو بص يا جماعه مفيش حاجه اسمها فنانات تونسيات او فنان، لا الفنان فنان. وبعدين طول عمرها مصر هوليود الشرق،
طول عمرها فنانين من لبنان، من سوريا، من يعني احنا دايما الام اللي بتحتوي كل الفنانين بيجوا، اللي اي فنان عايز يطلع ويتشاب بيبدا من مصر، ممكن يبقى نجم في بلده بس ما بيبقاش معروف زي ما بيجي يشتغل هنا في مصر. قصه بقى ان هم بيقبلوا او مش بيقبلوا، لا هم ممثلين اصلا جامدين جدا وممثلين كويسين قوي، فاب تتعرض عليهم بيتعرض عليهم كنجوم، مش بيتعرض عليهم عشان هم بيقبلوا الادوار دي، لا طبعا. طب ما احنا عندنا ممثلات برده جامدين كويسين وممكن يقبلوا الادوار عادي، مفيش اي مشكله، بس هي وجهه نظر المخرج بيبقى شايف انا الممثله دي قويه او الممثله دي هتديني اللي انا عايزه، هتعمل الدور بالشكل اللي انا عايزه فبيطلبها، لكن مش معنى ان هي مش مصريه وهتعمل كده فانا اجيبها، لا طبعا خالص. يعني طب تعليقك بقى على الادوار مثلا اللي بيأديها محمد رمضان دلوقتي زي مثلا مسلسل جعفر العمده، هل ده خلاه فكر في الحاجات اللي كان بيعملها الاول ما كانتش لطيفة وبعد كده أبدأ أدوار كويسة ولا إيه تاني؟ على فكرة محمد رمضان من أول ما بدأ وهو ممثل قوي جدا على فكرة يا جماعة، هو بيتهاجم وكده بسبب الأدوار، وهو مش يعني أي فنان فينا أو أي فنان في بدايته ممكن يكون غصب عنه اختياراته ما تبقاش مظبوطة قوي، بس ده لا يقل من شأنه أنه ممثل كبير وممثل قوي. دلوقتي محمد بيعمل أعمال كلها طبعا الناس كلها بتشهد له بيها، مفيش مسلسل عمله لغاية دلوقتي الا لما كان مسلسل ترند واعلى نسبه مشاهده كانت مسلسلات محمد رمضان. عليكي عمل في 2024 هتقبلي؟ اتمنى طبعا طبعا. طب شايفاه في الاغاني بيأدي زي التمثيل؟ هو مش مطرب، وهو بيقول انا مش مطرب، هو مؤدي، هو لون، هو بيعمل لون ولون ناجح على فكره، هو لو مش ناجح مش هيستمر ومش هيطلب ومش هيعمل الحفلات. وبعدين ما شاء الله اخر حفله عملها في امريكا كان واجهه مشرفه لمصر وكان عامل دعايه جامده جدا لمصر، وبيتهيالي حاجه زي كده ممكن تنشط السياحه لينا. في ناس انتقدوه وقالت انت ازاي راكب جمل هناك انت على فكره بينتقدوه في اي حاجه، ركب جمل، ركب عربيه، ركب موتوسيكل، ركب ينتقدوه، يعني الناس اللي بتنتقد دي بتنتقد من باب الانتقاد وخلاص. لكن اي حد، انا بقول لكم يا جماعه، اي حد هيتحط في مكانه هيعمل كده. بحييه طبعا جدا وبقول له مبروك على جعفر العمده، وان شاء الله اللي جاي يبقى اقوى واقوى يا رب باذن الله. طيب عايزه غنيه ممكن ترفع سماعه التليفون على مطرب عفوا ممثل او مخرج تطلب منه شغل؟ انا عمري ما عملتها غير مع الناس المقربين مني جدا، يعني انا ما اقدرش، انا والا كنت عملتها من زمان، يعني كنت عملتها من زمان، لكن لا يمنع ان انا ممكن اتصل في المناسبات بالناس اللي انا اشتغلت معاهم اتعاملت معاهم اعيد عليهم مثلا، او يعني بيكون في مناسبه، لكن ان انا اتصل اطلب شغل من حد ما اعرفوش او كده لا، ما عمري ما عملتها ولا اقدر اعملها، يعني ما اقدرش، صعب عليا قوي. اخر سؤال ممكن الجمهور بيوجهه لحضرتك هو بدون كسوف، سنك كام سنه؟ ليه؟ لا هم طالبين كده. ليه؟ انت عايشه بقالي سنين. بلاش السؤال ده. عايشه بقالي سنين. واضح ان حضرتك يعني منوره في الكاميرا. ميرسي، ربنا يخليك. والله. هو انت فاتح لايف ولا ده ايه؟ احنا كنا لايف. فعلا يا راجل. يا راجل. انا ما حسيتش والله العظيم. اظن ما شاء الله لسه صغيره يعني. الحمد لله الحمد لله. عليكي على الرغم من الاختفاء. بص هقول لك حاجه، هو موضوع السن ده يعني موضوع السن ده اخر حاجه الواحد يتكلم فيها. طول ما البني ادم قلبه شباب وهو تفكيره اصلا شباب هيفضل طول عمره شباب، طول ما البني ادم من هنا نظيف ابيض هيفضل من هنا وشه سواد، ما بيكبرش غير اللي شايل الهم واللي بيحقد على غيره واللي بيقعد ياكل في نفسه، فبتلاقيه بيكبر بدري يعني وبيعجز بدري. طب بتعملي ايه بقى عشان تحافظي على يعني استمراريتك ان الناس شايفاكي لا بيبي فيس صغير؟ والله ما انا بقول لك انا والله يعني ما بعمل حاجه، انا مصور. انا في ناس ثانيه بتقول لك ايه، احنا بنشرب ميه، بناكل تفاح، بنحط خيار على طول. لا خالص والله العظيم، انا لا ولا اي، انا عادي باكل زي اي حد يا جماعه. وعلى فكره انا ما بعرفش اعمل دايت، بدليل ان انا على طول بدخن، بس بروح الجيم، انا ما اقدرش ما العبش رياضه. يمكن بقالي فتره مقصره في موضوع الرياضه من وقت الكورونا، مش هكذب يعني، من وقت الكورونا، من وقت ما قفلوا النوادي والحاجات والكلام
والكلام ده، وانا ما بقتش اروح. فطبعا ده خلاني بقى ايه، دخلت في سكه كسل شويه، بس ايه كل فتره كده تجيني الحماسه واروح الجيم، وبعدين ايه ارجع كسل تاني كده يعني. لكن انا بني ادمه رياضيه جدا من صغري، لان انا كنت راقصه طبعا من وانا صغيره والحاجات دي، فمتعوده على الرياضه. اما موضوع بقى انك تحافظ انك تبقى تفضل طول عمرك شكلك زي صفي النيه الدنيا هتبقى جميله يعني، صفي نيتك بس. والله يعني لا مش قصدي انت، انا بقول يعني بقول نصفي نيتنا بجد. انتوا الثلاثه فاتحين لايف ما شاء الله. طب قولوا لي اي حاجه. والله ولا حاسه، انا بتعامل عادي جدا يعني. لا يا جماعه والله بجد، احنا لو صفينا نيتنا او حبينا غيرنا اللي نحبه لنفسنا، هتلاقي الدنيا جميله. اللي بياكل في نفسه او اللي بيقعد يحقد على غيره او يقعد باصص لحياه غيره، هيبقى شاغل نفسه بغيره مش شاغل نفسه بنفسه. فهتلاقي ده بيبان على الوش يعني، ده بيبان على علينا. 1,200,000 حاله طلاق كل سنه. والسبب بيبقى العلاقات الزوجيه ما بتبقاش على ما يرام. زي نجمه زي حضرتك يعني توجه نصايح بسيطه جدا للبنات اللي لسه متجوزه وكمان للستات. انا عارف ان السؤال كبير. نصايح ايه؟ ما انا متطلقه. انا مطلقه. نصايح ايه؟ بص هقول لك حاجه، ده نصيب في النهايه. اصل نصايح ايه؟ كان نفع نفسه. هي مش قصه نصايح، هي ما بتتقالش كده. مفيش حاجه اسمها اعمل كذا، هي مش رولز هنمشي عليها عشان ما يحصلش. لا، ده في النهايه الجواز نصيب والطلاق نصيب، فاهمني؟ هي بس الحكايه كلها يا جماعه ان احنا نتحمل بعض. لو قدرنا نستحمل بعض خلاص. بس لا والله بتكلم بجد، ما نوقفش البعض على الواحده يعني، فاهمني؟ يعني انا واحده من الناس، انا بستحمل بس لما بوصل خلاص. ما هو كل بني ادم طاقه يعني، فاهمني؟ فخلاص الواحد بيوصل لمرحله ان خلاص نبقى محترمين ونحترم بعض ونفضل اصدقاء، ولا نموت بعض، ولا يحصل بين، ولا نكره بعض واحنا عايشين مع بعض بالظبط. فالواحد في النهايه بيفكر بيشوف ايه الاصلح، او ايه الاصلح ان احنا هل نفضل ناس بيحترموا بعض وفي بينهم تفاهم واحترام وتعامل كويس وهم بعيد عن بعض، ولا يفضلوا عايشين مع بعض وخناقات ومشاكل وقلق. طلاق في المجال الفني اكتر كتير قوي من اي لا خالص، لا خالص خالص. هو عشان الفن اون سبوت، فانتوا شايفين ان الطلاق في الفن اكتر. ولا الطلاق في كل انزل انزل المحاكم الاسره هتلاقي ما ثلاث ارباعها ناس مش فنانين ولا غير. طيب المليون و200 دول فنانين؟ لا طبعا، لا طبعا. ده احنا كلنا على بعضنا فنانين. ده 3000 او 4000 فنان. سعيدنا جدا بوجود حضرتك معانا. انا والله اسعد جدا. دايما كنا بنشوف حضرتك في المسلسل وبنسعد جدا، مستنيها حلقه ولا حلقه. دايما كده منوره ومكسره الدنيا ان شاء الله، ونشوفك قريب. ربنا يخليكم والله بجد. بس انتوا لايف وانا ما قلتوليش، بس فاجئتوني طبعا. بس ما كانش سعيد. قولي للجمهور في الاخر. بحبكم جدا والله العظيم بجد، وكنت مبسوطه ان انا معاكم لايف، مع اني انا ما اعرفش ان انا لايف والله. بس اوكي بجد يعني بحبكم جدا، وكل سنه وانتم طيبين. وصفوا النية يا جماعه، هتلاقوا كل حاجه جميله 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 يعني. هنا الجمهور مع حضرتك معاك. حبايبي والله العظيم بجد انا كنت مبسوطه جدا ان انا معاكم، وادعوا لي يا رب ان شاء الله السنه دي ابقى موجوده بجد معاكم يعني على في الفيديو، لان بجد انتوا وحشتوني وانا وحشتني. فاتمنى يا رب ان شاء الله دعواتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.